هل لمشاكل أنماط الشخصية بشكل فعال؟ يجب أولاً على الفرد أن يكون واعياً لهذه المشاكل ومدى تأثيرها على حياته. مرحباً بمتابعي قناة يقين، شكراً لثقتكم وانضمامكم إلينا. نحن هنا لخدمتكم وتقديم المحتوى المميز والمفيد، فأهلاً وسهلاً بكم في عائلتنا. يمكن اتباع الخطوات التالية: تعزيز الوعي الذاتي. يجب على الشخص أن يبدأ بفحص ذاته وفهم أنماط سلوكه وتفكيره ومعرفة ما يؤثر فيها. البحث عن المساعدة الاحترافية. قد يكون البحث عن مساعدة من متخصصين في المجال النفسي هو الخطوة الأولى نحو فهم أعمق للمشكلة وتقديم النصائح والإرشادات المناسبة. تطوير مهارات التحكم بالذات من خلال تعلم تقنيات التحكم بالذات مثل التأمل والتأمل الإيجابي، يمكن للشخص تعزيز قدرته على التعامل مع المشاكل وتحسين هويته الشخصية. الاستفادة من الدعم الاجتماعي. البحث عن الدعم من الأصدقاء والعائلة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير في تحسين الصحة النفسية والتغلب على مشاكل الهوية الشخصية. تحديد الأهداف ووضع خطط عمل. يجب على الشخص تحديد أهدافه الشخصية والمهنية بوضوح ووضع خطط عمل واقعية لتحقيقها والالتزام بتنفيذ هذه الخطط بانتظام. باختصار، حل مشاكل أنماط الشخصية يتطلب الوعي والاستعانة بالمساعدة الاحترافية إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى تطوير مهارات التحكم بالذات والاستفادة من الدعم الاجتماعي لتحقيق التغيير الإيجابي في حياة الفرد. وفي الختام نقول سبحانك يا رب وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.